ومشاركة. اعمل لايك ومشاركة. لمشاهدة المباراة اضغط على الرابط المثبت في التعليقات. لمشاهدة المباراة اضغط على الرابط المثبت في ومشاركة. الجمعة 15 نوفمبر مباريات تصفيات أمم إفريقيا المغرب 2025، الكل يتنافس من أجل حجز بطاقة التأهل، الكل يتنافس من أجل تشريف منتخب بلده والوصول لنهائيات كأس أمم إفريقيا. كنا الأول بنشوف مصر، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، السنغال، يعني بنلاقيهم غانا، بنلاقيهم هم المتنافسين، ولكن الكرة في إفريقيا اتغيرت. الكرة في إفريقيا بقى بتلاقي منتخبات صغيرة بتنافس، بتلاقي منتخبات صغيرة محترف لها لعيبة في أكبر الأندية في أوروبا، عملت لها اسم، عملت لها ضجة كبيرة جدا. تصفيات صعبة جدا على كل المنتخبات، ولكن بالتوفيق للمنتخبات العربية إن شاء الله يشرفونا ونشوف منتخبات عربية كتير في أمم إفريقيا القادمة إن شاء الله.